الآن مشاهدينا الكرام وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى ليلى، تفضلي. شكرا لكم، ونتابع أهم وآخر أخبار الطقس للغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 18، الإسكندرية 25-17، مطروح 23-17، بورسعيد 26-19، الإسماعيلية 36-18. ننتقل للسويس 34-17، العريش 30-18، طابة 35-19، شرم الشيخ 36-24، الغردقة 35-23. ننتقل إلى الأقصر العظمى فيها 41، الصغرى 22، والطقس شديد الحرارة، أسوان 41-23، الوادي الجديد 40-19، شلاتين 33-23، وأخيرا حلايب 30-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.